احنا شفنا في الفيديو من ضمن الحاجات اللي احنا وقفنا عليها وهو بيعرض ان البنت محور الكون عند ابوها، وكنا عاملين بنتناقش في الموضوع ده. والفيديو بيعرض استاذ اشجان ان فعلا البنت بتبقى في الاغلب علاقتها حلوه جدا بابوها وبتحبه وبتقرب منه. وانا يعني كنت لسه بقول لك انا يعني ما اقتنعتش بده وما لما صدقتوش شفت الا لما شفته وعملي قدامي بنتي عامله ازاي مع باباها واخواتها الولدين التانيين عاملين ازاي. ده لا يعني ان الاتنين مش بيحبوه، لكن هي ليها طريقة تعامل طبعا تانية، ولسه وهو كمان ليه طريقة تعامل طبعا تانية مختلفة. طيب خليني اتكلم معاكي بقى الواقع اللي احنا عايشينه والاحداث اللي عمالة بتحصل كل شوية. وشفنا الحادثة اللي حصلت، البنوتة اللي مرات ابوها مسكتها ضرب لما يا حبيبتي عدمتها العافية زي ما احنا بنقول، دخلت المستشفى كسرها ضلع اعتقد وظهرها متصور كله عض 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 يا حبيبتي بهدلاها. وابوها نفسه، ابوها نفسه للاسف الشديد يا استاذه اشجان ما كانش بياخد اي ردود فعل، اي اب ان هو يسمح ان بنته تتعمل فيها كده. واحنا بنتكلم على حنيه الاب وان انت البنت دي كان ممكن تخش بيها الجنه. احنا لو هنتكلم على القاعدة الطبيعية ان العلاقة دايما بين الاب والام بالاطفال انها عالية، بتقترب اكتر مع الاطفال اللي تحت 6 سنين مع الاب. يعني هتلاقي زي ما الشيخ يوسف لسه بيقول كده، بتبقى حنينين وهما صغنطتين جدا، وبيبقى حاسس ان دي محور الكون ومش مصدق ان حته البسكوته دي اللي مطريه حياته، قمه التعلق بيها. فالبنت بتبقى في اقصى مراحل التعلق وهي نقدر نقول 6 سنين. بعد كده العلاقه يا اما بتقوى يا اما بتبقى معتدله وعاديه. يعني يا اما البنت فعلا الاب بيفضل حاسس بمسؤوليته العاطفيه ناحيتها، وتلاقي كده زي ما بنلاقي ناس كبيره كده وتقول انا بابا عندي اقرب من ماما، بابا اللي بحكي له، بابا اللي زي ما السيم كده كانت بتقول بطلب منه. ففكره ان بتلاقي العلاقه بتقوى وتبقى نور عينيه فعلا، والموضوع عند البعض بيصل لشكل مرض مش عايزه اجوزها، انا عايزها كده أيوة. انا دي متعلق بها جدا. والبنت تبقى دايما بتهاجم الام، وبعض الامهات بتغير من بنتها قريبه له شكلها، ما حدش دي بتبقى يعني هتلاقي عند سن 6 أو 7 سنين الامر ده بيعلى جدا، ان هي شايفه امها قاعده جنب ابوها تيجي تقعد وسطهم، ان اتكلم معايا انا ما تتكلمش معايا معاها، نخرج نخرج انا وانت هنا كان فيكو نخرج انا وانت. فتبقى العلاقه بتزيد جدا. بعد كده بتصل للمراهقه، المفروض يبقى لها شكل معين لان ده اول راجل في حياتها تعرفه وتبقى فاهمه منه عالم الرجال. الحب الاول، الحب الاول، حتى تيجي تقول له انا تعبت مش عارفه اتعامل معاها برغم انها بنت، تلاقي البصه واحده، البصه الواحده تخليها تسمع الكلام او تقعدي انت تكلمي بنتك 15 17 ساعه ويجي هو في ربع ساعه الدنيا خلصت. طب انا كنت هوا معدي. فهي فكره العلاقه بين المراهقه بين الاب وبنته لما بتبقى يعني ناضجه ومستويه وفيها توازن بتوفر كتير جدا في التربيه. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل الخلل امتى؟ بيحصل لما الاب نفسه بيحصل عنده نوع من انواع الفقد العاطفي، انا بقى مراتي ماتت طلقتها فانا لا زال عندي احتياج معين. فاللي بيحصل بتلاقيه راح اتجوز واحده، هو بيختار واحده بيقول عشان تربي الولاد، انا بقى لا احسن الاختيار او بدور على حاجه هو بصص لنفسه عينهم. فخلاص العلاقه بقى في حلقه من الحلقات بتفقد. عشان كده نلاقي بعض الناس تقول لا انا ابويا ما يعرفش عني حاجه، انا ابويا اصلا ما يعرفش نفسنا كام. فهي العلاقه هي حلقات بتيجي في مرحله معينه بتفقد. انما الفتره الطبيعيه ان اول ما بيلاقي البنت، في ناس كتير والسونار انها بنت بيبقى مخضوض شويه نفسه في الولد، بتتولد وقت ما شافها خلاص المحبه نزلت في قلبه يقول ده انا بحبها. نبدا بقى نشوف المراحل بتاعتها، تبدا بقى خلاص تتعلق بيه واوا لحد ما نصل لمرحله اما ان انا اتعلق بيها صح وفعلا البنت دي اقدرها واتقي الله فيها واصونها، يا اما خلاص انا باصص بقى لنفسي كاب وكرجل ان حصل عندي فجوه معينه، انا بقى عايز بقى زوجه، انا ما يهمنيش العيال، انا يعني متربي كده. الراجل يولي المصلحه بتاعت نفسه عن بعض النماذج بناته، زي مثلا ما بنشوف كتير من زوجات الاباء البنت تحكي لابوها اللي بيحصل وهو ولا بيسال. بصي احنا لازم نقف عند واقعة بنت دمياط دي، لان هي الحقيقه كانت شنيعه جدا، ودي اللي بتتعامل بفكره اكسر للبنت ضلع. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نعقب عليه. ترجمة
اسمها كلها ازرق. شيخ يوسف بعدين احنا اخرنا دار بنت قاتله ندى، انتوا فدي شكاكين ان هما شرقيه. احنا رجعنا اهو على فكره يا استاذه ما شاء اشجان. ما الله شاء الله، انت بتتكلمي على حادثه الشرقيه، السرايف اللي قتلوا بعض، وانتوا دمياط حضرتك بتعذبوا البنات يعني. ف يعني لا، ما اللي بيتهم من الازاز ما يحدثش، الفيوم ما حدش الناس بالطوب يعني الدنيا ايه يعني. والله ما شاء الله على واقع بلدنا. واقع بلدنا يعني ما فيش حته في وش البنت مش باين فيها. ده كنت بحكي لك عن روحي. جاره لينا زمان، مرات ابوها كانت بتلسعها لا اله الا الله. عض عضها ايدي. ما هي بقى انت بتتكلمي في ناس يعني نفت الفطره ونفت. بقول لك فاكره امبارح، بقول لك كان عندنا جاره كانت بتروح تاخد يلا. مثلا البنت الصغيره من جدتي الحاجه، تلاقيها ملسوعه بالمعلقه، مش عارفه مضروبه والخرزانه معلمه فيها، فتقول لها ليه كده؟ تقول لها اصل انا ما رضيتش اغسل لها الهدوم، اصل انا اتاخرت في النوم، فكانت مرات ابوها تضربها. بصي تسنيم، بصي لا اله الا الله يا حبيبتي، هي عامله لها ايه كده؟ ده ايه ده؟ حلقها لها ابوها فين؟ انا عايزه اعرف ابو البنت دي فين. مش ممكن تكون بتضرب كل الضرب ده وهو مش واخد باله، او لا واخد وشايف. ده هتلاقيه هو شايف ويقول لها اضربيها اكتر، اضربي اكتر عشان تتربى. الله ونعم الوكيل. هي هنا يعني ما اقدرش احكم على شيء انا ما شفتش الملابسات بتاعته، بس من الصوره المتاحه ديت الاب حاجه من اتنين، يا اما فقد الاهليه بالفعل ان هو يسيب بنته يفعل فيها مثل هذا الامر، او ان الست الموجوده في البيت اللي فعلت هذا الامر مش طبيعيه للعقل الطبيعي. مش طبيعيه. انا كنت بربيها، محققه معايا تقول له بربيها، مش طبيعيه تربيه يا شيخ يوسف. محدش يعمل في حد كده بالصورادي وهو فاقد يعني في شيء من الحنيه او في شيء من العقل. الانسان يقعد يضرب انسان، يضرب انسان والعياذ بالله، الى ان يفقد العقل فيه، ده مشكلة. يعني أنا يعني في يوم أنا كنت بسبب الموقف ده شفت إنسان، كنت بقرأ القصة بتاعته، بيقول إن هو عمل مشكلة فوالده من نرفزته ومن الشدة الموجودة معاه قاعد يضرب فيه على إيده، يضرب على إيده، والواد خايف مش قادر ينطق. فجأة الأب فاق بسبب المشكلة الموجودة ديت، بسبب عياط الواد ونرفزته، خد وداه المستشفى. الاطباء قالوا له احنا لازم نقطع الصبع بتاعه. لازم نقطع الصبع بتاع الموجود بتاع الطفل. فالطفل ساعتها بعد فتره يقول له بابا هو هيطلع امتى؟ هيطلع امتى؟ حبيبي هو هيطلع امتى؟ فانت متخيله ان الطفله زي ديت هتطلع في يوم من الايام بتنظر للاب والام ازاي؟ بتنظر للمجتمع بتاعها ازاي؟ الانسان مننا يا اخوانا والله اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لا يرحم لا يرحم. يرحم. والانسان اللي ما يرحمش اولاده وما يرحمش اهله وما يرحمش فلذة كبده وصلبه لا يستحق الرحمه من اي انسان بعد ذلك. يعني الراجل ده لا يستحق الابوه؟ المراه يعني الانسان لما جه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتعق والدك ليه؟ قال هو عقاني. هو عقاني في الاول. هو عمل فيا ما ادانيش حاجه، ما عملش بحاجه، سماني جعلا ولم يحفظني شيئا من القران ولم يحسن اختيار امي، عمل امور من قبل ما الولد يبدا يعرف يوم في الدنيا. فبالك لما الانسان يعرف يوم في الدنيا ويحصل فيه مثل ما ايه حدث في هذا الفيديو، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ يعني البنت ديت اذا طلعت عقب بابويها يبقى نقول لها ده حقك؟ ولامة. لا، هو لو في الاسلام هذا الامر المراه يختص منها حسب قانون الاسلام، المراه يختص منها. ايه القصاص اللي يؤخذ من هذه المرأة؟ القصاص في نقطه زي ديت يصل من التعزير الى شيء من الديه. الان الجرح والقطع والحاجه ديت في الاسلام ليه دية تصل فيها بتاع 10 جنيه؟ كنت بربيها. مفيش حاجه اسمها كنت بربيها. في حاجه اسمها هنا نفس، والاسلام جعل كليات خمسه منها النفس يجب الحفاظ عليها. النفس ديت يجب ان تحافظ عليها، يعني حضرتك النهارده لو جه انسان خبط انسان على صبعه وصبعه والعياذ بالله تم بتر جزء منه او بتر الصبع كله، بيعمل الاسلام يوجب له 10 من النوق، 10 من النوق دية، 10 دية. ده انا عملت فيه ايه؟ ده انا خبطته في صبعي اتعور. ده عقله واحده وقعت. اتعور ما كنتش قاصد. لا، مفيش حاجه اسمها ما كنتش قاصد. ده كيان ربنا كرمه. كيان ربنا اكرمه. يعني كيان ربنا رفعه. اننا نقول اصل انا بربي عيالي فاهنهم واعمل لهم مشكله نفسيه، خلي بالك دي مشكله جسديه. في ناس بتهين وتضرب وتقول كلام يؤذي اذى نفسي، ولما يكبر يبقى عنده عقد نفسيه. وانت كنت لسه كاتبه من يومين بوست بتقولي ان كل مشكله في الكبر بين الزوجين غالبا بيبقى الطرف الغلطان ليه حاجه في الطفوله خليته يرتكب الفعل ده. فانا بربي، لازم اخد بالي وانا بربي حتى لو انا اب، انه جسديا ونفسيا ممكن اكون بعق اولادي. طبعا انت بتعق اولادك وبتضربهم وبتهينهم، فانت لما تعق الطفله دي، طفله زي ديت يعني نسال الله ان ربنا يحفظها يا رب ويرقى قلب والدها عليها،
يعني طفلة زي دي هتطلع في يوم من الأيام خايفة من الدنيا اللي حولها كلها، خايفة تقول أي حاجة، خايفة تقول أنا عاوز أكل، عاوز أشرب، عاوز أعمل حاجة، هتكره تتجوز وهتكره أي حاجة. لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم عن امرأة دخلت النار، دخلت في إيه؟ هرة، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. طفلة زي دي لا تضرب بهذا الأمر، يمكن في يوم من الأيام تكون منعت عن الطعام والشرب، خايفة تقول لها أنا عاوز أكل، خايفة تقول لها أنا عاوز أشرب، ممكن تكون سقعانة وهي نايمة وخايفة تقول أنا عاوز أتغطى بيه.